من واحنا لسه عيال صغيره كده، واحنا عارفين ان سوره الكهف قراءتها يوم الجمعه، من الجمعه للجمعه نور. نعم. ليه سوره الكهف بالتحديد؟ ليه يوم الجمعه؟ ايه الفضائل والاسرار اللي موجوده فيها؟ خلصت لك الحلقه هي كلها. الله يبارك في عمرك. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سورة الكهف بتمثل كهف النور اللي كلنا كده بنجري طول الأسبوع ومجهدين وتعبانين، ففيها عندنا بعض الطاقات السلبية، بنيجي يوم الجمعة ندخل كهف النور، الراحة الله والسكينة. الله ينور على سعادتك. ناخد النور، نطلع الطاقة السلبية ونجلب الإيجابية، ونأخذ السكينة والطمأنينة، ونجدد الشحن الإيماني زي الموبايل كده، يفضى شحن نوصله بالكهرباء علشان يشحن. إحنا كهف يوم الجمعة الشحن الإيماني اللي يجدد الطاقة من أجل العمل والحركة والإعمار كل أسبوع. نبدأ من الأول، هي اسمها إيه؟ ثلاث أسماء. اسمها سورة الكهف، سماها سيدنا النبي. اسمها أصحاب سورة الكهف، سماها سيدنا النبي، والحديثين صحيحين. اسمها الحائلة في حديث ضعيف، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف، من قرأ 10 آيات من سورة الكهف، يبقى اسمها سورة الكهف. وسماها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سورة أصحاب الكهف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ فواتح سورة أصحاب الكهف. يبقى كده اسمين. التالتة اسمها الحائلة، بتحول بيننا وبين حاجة معينة. الله يبارك في عمرك. مظبوط. في حديث ضعفه بعض العلماء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة الكهف تسمى الحائلة، تحول بين صاحبها وبين النار، تحول بيني وبين النار. يبقى كده عرفنا أسماءها. ننتقل إلى جزئية تانية حضرتك سألتي عنها، بيننا وبين النار، ده اللي هو لو حد توفاه الله في الأسبوع ده، مش بإذن الله لا يدخل النار، مش طول لا لا، احنا في الأسبوع، في الأسبوع قراءتها. يعني ايه اللي بيحصل من الأسبوع، من الجمعة للجمعة؟ أيوة. بسبب قراءة سورة الكهف. الله يبارك في عمرك. هي تحول بيني وبين النار، بتديني نور، بتديني عصمة، بتديني سكينة في طوال الأسبوع. ودي فضائلها. يعني احنا لما هنيجي نقول فضائل سورة الكهف، أنا لما بقرأ سورة الكهف ربنا بيديني ثلاث حاجات. الحاجة الأولى العصمة من الفتن، الحاجة الثانية السكينة، الحاجة الثالثة النور. نقول الأدلة. الأدلة، الله يرضيك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. تمام. الحديث الثاني: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. يبقى أول 10 آيات آخر 10 آيات سواء، يبقى فتنة عصمة من الفتن. يبقى لو جينا نقول فضائل سورة الكهف ثلاث كلمات: العصمة، السكينة، النور. تمام. نحفظهم: فضائل سورة الكهف يوم الجمعة، العصمة، السكينة، النور. الله ينور. قوليهم تاني من فضل. العصمة، السكينة، النور. الله يبارك.